مساء الخير، انا نادية لطفي، منسقه ميدانيه في برنامج لست وحدك في كوبتك اورفنز. عايزين نجرب النهارده مع بعض الكمامات. احنا عندنا الكمامه القماش، وعندنا الكمامه الطبيه دي، وفي كمامه طبيه كمان. فاحنا هنجرب نعمل تجربه ونشوف الكمامه دي، اعرف منين ان كانت الكمامه كويسه ولا مش كويسه، الكمامه دي صح ولا غلط، هعرفها ازاي. مهم ان انا اجرب. فانا عندي مثلا الكمامه القماش، هوريكم في تجربتين بيتعملوا. تجربه الميه، فانا لو حطيت جواها شويه ميه، بصوا الكمامه القماش الميه كلها نزلت تحت، كل الميه بقت في الطبق. فدي لو انا في اي فيروس فيها ممكن يتنقل لي. في انواع تانية فيها طبقه مش بتدخل الميه، فمهم لو انا هستخدم كمامه قماش اكون متاكده انها مش هتدخل لي الميه، ومهم ان انا اكويها، اغسلها كويس واكويها قبل كل مره هستخدمها فيها. طيب في تجربه كمان هنستخدمها مع الكمامه دي، كمان كمامه قماش، هنجرب معاها تجربه النار. الكمامه لو من كذا نفخه طفت النار، يبقى برده كمان بتسرب، ممكن تدخل لي الفيروس، فانا مش هستخدمها. خلونا نجرب الكمامه الطبيه مع بعض. دي كانت كمامه قماش اللي احنا جربناها. بصوا الكمامه الطبيه بقى هعمل فيها ايه. مش بتطفي النار، فدي معناها انها مش هتسرب اي فيروس يدخل لي منها. طيب خلينا نجرب فيها تجربه الميه. ادي ميه كتير، الميه فضلت قاعده جواها ما نزلتش منها، وده معناه انها مش هتسرب لي اي فيروسات تدخل لي وهتحافظ عليا. مهم جدا في كل مره ابقى عارفه اني قبل ما استخدم الكمامه وبعد ما اخلعها وارميها، هرميها في مكان مقفول وهغسل ايدي كويس قوي، وقبل ما استخدمها هغسل ايدي كويس قوي واعقمها بميه وصابون او بالكحول. بس كده، متشكرين.